السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. فازت النجمة التركية الشابة ديميت أوزديمير بجائزة أنجح نجمة شابة تركية حالية، متفوقة على بيرينسات مثل هان أتابول، هازال كايا وتوبا بويكستون، وصوت فيه الآلاف من الجمهور خلال 5 أيام. وذكرت صحف تركية محلية أن ديميت أوزديمير تمكنت من خطف قلوب الشباب تحديدا في تركيا بعدما اختارها أكثر من 50% من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 35 عاما. وجاءت هذه الجائزة بعد أن نظمت المواقع الفنية التركية بالتعاون مع التلفزيون التركي الرسمي استفتاء خلال الأيام الماضية عن من أنجح ممثلة تركية شابة في الوقت الحالي، وتعد النجمتان هازال ونسليهان من أنجح الممثلات في تركيا وأكثر جماهيرية ومتابعة في الوقت الحالي، وكلتاهما تقدمان أعمالا ناجحة يشاهدها كثيرون في بلادهما وفي الوطن العربي، حيث صوت الإناث بنسبة 53% و47% من أصوات الرجال، وحصلت على المرتبة الثانية نسليهان أتابول بفارق بسيط، حيث كانت الأصوات لها بنسبة 30%، أما ديميت فكانت 32%. وتفاوتت ردود فعل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نتيجة التصويت، فالبعض أيضا تفوق ديميت أوزديمير، فيما اختار آخرون النجمة نسليهان أتابول، وطرف ثالث اختار توبا بويكستون وكذلك هازال كايا. الصحفي مسعود يار ديميت أوزديمير أنجح ممثلة تركية لهذا الموسم، ممثلة ممتازة وتستطيع تسجيل أي شخصية تريدها، واغلب مسلسلاتها حققت نجاح كبير، لذلك هي الأفضل في هذا الموسم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.